ترقب على تويتر إعلان السعودية عن تفاصيل خطة التحول الوطني التي تعد أحد برامج رؤية السعودية 2030. ووافق قبل قليل مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني، وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد رفع تفاصيل الخطة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها في جلسته اليوم. ويتم الإعلان عن الخطة خلال مؤتمرات صحفية يومية للوزراء المعنيين وعلى مدى 3 أيام. وقبل ساعات من الآن فجع الوسط الفني والثقافي السعودي برحيل الزميل الصحفي حسن الحارثي في العاصمة المصرية القاهرة. ويعد الزميل الحارثي أحد كتاب مسلسل سلفي، وهو المؤسس والمشرف العام على صحيفة أنحاء الإلكترونية، وكان أحد ضيوف برنامج تفاعلكم العام الماضي. نتقدم لأسرته ولأصدقائه بأحر التعازي. تقول أنت مؤلف ممتاز، في عندي قصة حقيقية أبغاك تكتبها والقصبي يمثلها، يا رب توافق. ما أعرف هي بتمزح ولا جادة، بس يعني هل ممكن التواصل معك لإرسال القصص؟ بالعكس، احنا سعيدين بهذه المشاركات ونستقبلها بصدر رحب. احنا 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 محتاجين فعلا الى قصص، الى تعاون من الشباب او من اصحاب القصص، لانه في النهايه الدراما هي بتعكس حياه الناس الواقعيه. فاي واحد عنده قصه او اي واحد حاسس انه عنده نفس الكتابه الدراميه.